اهلا بكم الى حلقه جديده من المساء اليمني. اغتيالات وفوضى هذا المشهد الطاغي على الاحداث في تعز او هذا ما يراد لها والذي اصبح الحاضر الابرز في تفاصيل هذه المدينه الموجوعه. على قلق وخوف دائمين يعيش ابناء مدينه تعز تفاصيل حياتهم اليوميه المليئه بالمعاناه والاوجاع. غير ان الاضطراب الامني وعمليه الاغتيال انتجت وضعا اشد تازما خصوصا في المناطق المحرره. مسلسل الاغتيالات يهدف الى ادخال تعز في فوضى كبيره تمضي في سياق الانفلات الامني وتاجيج الخلافات بين القوى والمكونات التابعه للشرعيه او المحسوبه عليها، هكذا يرى البعض. تتكاثر اسباب الخوف والاضطراب الامني بسبب جماعات وافراد لا هم لهم الا تاجيج الفوضى للاستفاده منها كما تقول الوقائع ويقول البعض. بالاضافه الى تدمير سجل المقاومه، هناك من يسعى الى تقديم تعز كمجموعه منفلته من حمله السلاح. التوقيت حساس والمشهد لم يعد يحتمل المزيد من الاخطاء، ففي الوقت الذي يرقب فيه الجميع استكمال تحرير المدينه صار هناك من يدفع بها الى اتون صراعات داخليه، خلقت او خلفت انفلاتا امنيا وانقساما بين فصائل المقاومه وتحركات خارج القانون. فإلى متى ستظل تعز مسرحا للجريمة؟ ومن يقف وراء الاغتيالات المتزايدة خلال الأسابيع والأيام الماضية؟ وما هي أسبابها؟ من هي الجهة المستفيدة من عمليات التصفيات والاغتيالات وتأجيج نيران الصراع الداخلي في تعز؟ هل ستلتزم الكيانات المسلحه داخل المدينه بخطوه قياده المحافظه بتمكين الشرطه العسكريه من فرض الامن داخل المدينه هل هناك اطراف ليس من مصلحتها تثبيت اركان الدوله داخل تعز كما يتساءل البعض هل الحكومه تقوم بدورها اللازم لتثبيت الامن هل هناك اطراف اقليميه تدعم مكونات مسلحه داخل المدينه بهدف الاقلاق وإقلاق السكينة وتشتيت الوضع مشاهدين هذه الأسئلة وأكثر سنحاول الإجابة عليها في حلقة هذا المساء لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير وأرحب حول الموضوع وأرحب بداية بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي أهلا بك أستاذ ياسين تحية لك أخي سامي شكرا لك أستأذنك بمشاهدة التقرير حول موضوع الحلقة ومن ثم نعود لنبدأ النقاش عودة لمسلسل الاغتيالات في تعز هذه المرة اغتيالات بالجملة وبطريقة تبدو أكثر تنظيما بالأمس تم اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية في المدينة وجندي آخر فيما أصيب آخرون تم استهدافهم وهم على متن طقم عسكري في الأسبوع الماضي وقعت حادثة اغتيال طالت الجندي مالك الشجاع والجندي عمار الصراري ومسدس كاتم للصوت وسط المدينة وفي مايو الماضي تم اغتيال الجندي عبد الإله السريحي المنضوي تحت إطار كتائب أبي العباس الجندي وائل الغشم في شارع 26 سبتمبر وسط المدينه وقبل هذه الحادثه بساعات تم ايضا اغتيال الجندي زائد سلطان بالقرب من جامع الاعتصام اذا اغتيالات منظمه ومتواليه بطلها المتخفي دائما ملثم على متن دراجه ناريه ومؤخرا جد الحديث عن انتشار المسدسات الكاتمه للصوت التي تسهل تنفيذ مثل هذه المهمات اغتيال نجل قائد الشرطه العسكريه ياتي في ظرف خطر حيث جاء بعد محاولة السلطة في تعز فرض الأمن داخل المدينة عبر قوات الشرطة العسكرية وإزاحة التشكيلات المسلحة الأخرى التي كانت تتقاسم المدينة كمربعات. دلالة هذه العملية توصل رسالة مفادها أن هناك أطرافا مسلحة ترفض أن يتم إزاحتها في تقاسم السيطرة على المدينة ولو كان لصالح الأجهزة الأمنية الرسمية وهنا يبرز تساؤل كبير من من مصلحته الا يستتب الوضع الامني في تعز من الواضح ان محاوله فرض الامن من قبل الاجهزه الرسميه تواجه بمخاطر كثيره من قبل عشاق الفوضى وفارض الاتاوات لكن هل ستضرب الدوله بيد من حديد على كل من يحاول اعاقه حضورها القوي ام ان الفوضى ستكون مصير هذه المدينه الغارقه بين ناري الانقلاب وتجار الحروب اهلا بك مره اخرى استاذ ياسين التميمي، اذا وضع معقد وصعب تعيشه مدينه تعز، حاله انفلات امني وفوضى ربما في تزايد مستمر، الاغتيالات هي العنوان الابرز لها. بدايه بالنسبه لك كيف توصف ما يحدث داخل مدينه تعز وكيف يبدو لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولمشاهدي قناه بلقيس، وانا و ساكون متفائلا حيال ما يجري في تعز. سأنظر إلى الكأس الممتلئ أو النصف المملوء من الكأس نعم هناك الآن حالة انفلات يعني لكنها لا توازي حالة الانتصار التي تحققت الإنجاز الأمني الكبير الذي تحقق في تعز ليس هينا الانتصارات التي تتحقق الآن استعادة المدينة ليس بالأمر الهين المقاومة ومعها الجيش الوطني أنجزوا أشياء مهمة قدموا تضحيات كبيرة ولهذا يعني انا اعتقد انه مساله مواجهه هذا الانجاز بهذا النوع من الاختراقات هذا امر وارد، لكن يجب التسليم اليوم ويجب ان يعرف الجميع ان تعز لم لم تصبح بعد ولن تصبح باذن الله يعني غابه يعني للقتل او او ساحه منفلته او مكان لاختبار الايرادات وصراع الايرادات، يحدث من وقت لاخر صراع ولكن هذا يمكن التغلب عليه من خلال حضور الدولة، وقد شاهدنا كيف أن الشرطة العسكرية استطاعت أن تسد هذا الفراغ، ولهذا جاء رد الفعل بهذا المستوى من السلوك وهو استخدام الاغتيالات، وهي تقنية في حقيقة الأمر ليست جديدة هي مستوردة، لو تتذكرون أنه أثناء ما كان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء منعقدا، كانت هذه السلسلة من الاغتيالات تتم وتستهدف كل ما يرمز إلى السلطة الشرعية أو ما يمثل إرادة التغيير وكانت دائما تحسب على يعني دائما على التنظيمات الارهابيه، طيب لكن ب... هذه تقنيه بالن... واضحه هذه تقنيه اجهزه. طيب حول التعليق طبيعه الاهداف والعمليات الحاصله سنعود لها، لكن بالنظر الى ما يحدث اليوم في تعز تقول انه ربما هناك حاله انجاز للوضع الامني وعمليه استعاده المحافظه، بالنظر وبالقياس لباقي المحافظات المحرره ايضا، لماذا تعز هي الاستثناء ولماذا حاله الانفلات الامني موجوده داخل المدينه ربما اذا ما حاولنا نقيس ذلك على باقي المحافظات. المحرارة. تعز مستهدفه اكثر من اي محافظه اخرى، يعني مثلا لديك نموذجان، نموذج عدن يعني تعز ونموذج مارب. مارب فيها تواجد كبير للقوات المسلحه وفيها تواجد لرموز الدوله. وتقريبا يعني مارب يسكنها يعني معظم سكانها يعني من انصار الشرعيه. لكن تعز هناك يعني من يعمل على افراغها حتى من 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 الانجازات التي تتحقق. هناك من يعمل على اضعاف مقومات الدوله التي تنشا ببطء هناك. طيب هن توصيفك للاسباب وشرحك لها، اعود لها لكن استفيد من الوقت في الانضمام الان عبر الهاتف الينا من تعز القائم باعمال مدير شرطه تعز ومن ثم نعود لتوصيفك لما يحدث والاسباب، ينضم الينا من تعز العقيد محمد عبد الله ابراهيم القائم باعمال مدير الشرطه في المدينه، اهلا بك سياده العقيد. شكرا اخي لك وشكرا لمشاهديك الاعزاء وكذلك لضيفك الاعزاء الموجودين سياده العقد كيف تتابعون ما يحدث في تعز من تزايد للفوضى وسلسله الاغتيالات الحاصله، اين انتم مما يحدث؟ آه بالنسبه لما يحدث في تعز هذه نتيجه طبيعيه لاهمال حكومه الشرعيه والتحالف لجهاز امن تعز. لا يوجد أي دعم حقيقي لهذا الجهاز لإعادة بنائه أنا شاشتكم أقول لكم بكل صدق بكل وضوح للعالم كامل بأنه لم نتلقى أي دعم حقيقي لإعادة هذا البناء طيب بالنسبة لطبيعة العمليات الحاصلة كرجل أمني يعني كيف تقيم طبيعة ما يحدث وخطورته أيضا على الوضع بشكل عام خطورة ما يحدث هو خطوره كبيره جدا على ما يحدث داخل الجمهوريه اليمنيه بالكامل مدينه تعز معروفه انها محاصره منذ سنتين وخمسه اشهر دارت فيها كثير من المعارك استطاعت ان تثبت صمودها وان تكسر معادله الجيش آه، الجيش المخلوع والحوثيين فتحولوا الى هد الجبهه من الداخل لان هناك عمل جاد من قبل الانقلابيين وميليشياتهم بتنظيماتهم الارهابيه ودفع تنظيمات الارهابيه لاغتيال كل افراد المقاومه وقياده المقاومه داخل مدينه تعز. مع العلم هذا المخطط تم تنبيه جميع الجهات الرسميه لهذا الشيء الا اننا لم نرى اي اهتمام حقيقي من السلطه الشرعيه من دوله الشرعيه وكذلك من التحالف رغم تخاطبنا معهم لعدد كبير من المرات بهذا السيناريو بل يعني إنه في تعمد لاغراق مدينه تعز في الفوضى. طيب حوادث سابقه مشابهه ربما تتكرر في المدينه لم نشهد ولم نلمس اي تحقيقات او اطلاع الراي العام على ما حصل او حتى قبض على جنات متهمين لماذا؟ بالنسبه لكل العمليات هناك فرق عمل تعمل للتحقيقات ولكن يا اخي ماذا يفيد التحقيق ان لم يكون هناك اداه ضبط؟ ماذا يفيد التحذير؟ أو معرفة النتائج إذا كانت الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تضبط هؤلاء الأطراف ما الذي توصلتم إليه كنتائج للتحقيقات في الحوادث هناك مجموعات داخل مدينة تعز مدفوعة من نظام عفاش مدفوعة من الحوثيين باغتيال كل أفراد المقاومة وقيادات المقاومة طيب آه ما يحدث الان من هذه العمليات ربما كان الهدف في حادثه اليوم هو نجل قائد الشرطه العسكريه الجهه المكلفه بتثبيت الامن وتسيير الامور الامنيه داخل المدينه، الى اي حد هذه الحوادث ربما قد تؤثر على مسار الجهود المبذوله لتطبيع الوضع داخل المدينه؟ سيقضى على كل مساعي لتطبيع الوضع، هذه الحوادث بدات عندما بدات تنشا الدوله وكانت اول مؤسسات هذه الدوله هي اداره امن محافظه تايل الا انهم تكاتفوا وقاموا بالاعتداء على اداره الامن وقتل افرادها في 24 واحد أه وقع فراغ امني الان ظهور وحده جديده وهي وحده الشرطه العسكريه بمجهودات المبذوله في الساحه سيكون مصيرها مصير الامن اي مؤسسه ستبدا تعود الى العمل داخل هذه المحافظه وبالذات المؤسسات الامنيه سيتم استهدافها والقضاء عليها طيب العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا كان له تصريح تحدث فيه عن ربما جماعات مسلحة داخل مدينة تقف وراء هذه العمليات هل لديكم أنتم كجهاز أمني أي تفاصيل أو معلومات عن ما يتحدث به صادق سرحان أو ربما بجهوده وكجهد تابع للجيش ربما لديهم معلومات مختلفة وهناك تفاجؤ لدى البعض المفروض هكذا تصريحات ربما تأتي على لسانكم ليست على لسان يا معروف لدى قوات الجيش وقوات الامن بان هناك مجاميع مسلحه وبعض الميليشيات الموجوده في تعز لديها مشروع وهو عدم اعاده الدوله. هذه الجماعات تقوم بتقويض اي جهاد يظهر الى العمل او اعاده ترتيبه داخل المحافظه، ليس سرا ليس سرا ما يحدث داخل مدينه تعز. هناك مجاميع اتت من محافظات اخرى من المحافظات المحرره في الجنوب وكذلك من محافظات. الشماليه وانضمت تحت فايات وتحت مسميات داخل المدينه وهي تعمل على تقويض اعاده الدوله. طيب هل هي جهات معلومه وواضحه لكم؟ هي مجموعات معلومه وواضحه ومحدده اماكنها بكل صدق ولكن لا نستطيع ليست لدينا القدره وليست لدينا القوه للتصادم معها نحن وكذا هذا المقاومة في طيب عندما يتم الرفع للحكومة الشرعية والجهات العليا بهكذا أمور ما هو الرد؟ قد تم الرفع بهذا بأكثر من مرة ومنذ فترة زمنية طويلة إلا أن دائما نتلقى وعود بتحقيق مطالب إعادة الأمن ودعمه بالقوة اللازمة لضبط المدينة إلا أننا نفاجأ بأنه لا يدعم دعم أمن سقطره دعم كبير جدا وسقطره لا تساوي في تعز مديريه ومحافظه تعز الى الان لم تتلقى اي دعم حقيقي لدعم هذا الجهاز اشكرك جزيلًا عقيد محمد عبد الله إبراهيم القائم بأعمال مدير شرطة تعز كنت معنا من تعز استاذ ياسين التميمي اذن بشكل مباشر وواضح اتهم العقيد محمد ابراهيم ربما ووضع التقصير في دائره مسؤوليه الحكومه الشرعيه انت كنت بدات بشرح اسباب ما يحدث في تعز حتى اتفق مع ما طرحه بان السبب الرئيسي ربما اهمال وتقصير الحكومه الشرعيه هالعقيد اولا تحيه للعقيد محمد ابراهيم هو هو اتى بالحقيقه واضحه وصريحه يعني بدون لبس وبدون يعني مواربه يعني قالها بصريح العباره تعز مستهدفه وهذا امر يعني معلوم ليس من اليوم وانما من السابق طبعا بطبيعه الحال هناك التحالف وجزء من الشرعيه لديهم تحفظ عن على الاراده التي تعمل في تعز الاراده الوطنيه الحقيقيه المرتبطه بمشروع الدوله والمتحرره من الاهداف والاجندات الاخرى والتي تريد فعلا ان تصل الى اهداف واضحه ضمن الاجنده الوطنيه. هذه الاطراف يعني كما قلت هي موجوده في الشرعيه وهي موجوده في التحالف ايضا، التحالف كما منع ايصال الاسلحه الى تعز في فترات سابقه هو اليوم يمنع اي محاوله لاستعاده مؤسسات الدوله في تعز والبناء على الانجازات العسكريه الميدانيه التي تحققت. الانجازات العسكريه الميدانيه التي تتحقق في تعز بطبيعه الحال لا تسر هذه الاطراف يعني لانها تعتقد ان هذه الانجازات محسوبه على القوى الوطنيه التي تقاتل في تعز والقوى الوطنيه يراد اخضاعها ترويضها لاسباب ايديولوجيه ايضا هناك تقييم سيء من جانب بعض اطراف التحالف هم يعتقدون ان القوى التي تقاتل اليوم وتحقق انجازات هي يعني محسوبه على الاسلام السياسي وهنا مكمن المشكله مكمن المشكله هم يريدون ترويض هذه المقاومه لهذا دفعوا بوحداتها التي اشار اليها العقيد هذه الوحدات تعمل تحت مسميات الكتائب العباس و مسميات أخرى بطبيعة الحال وهي يعني موجودة ويجري تغذيتها وتقويتها على حساب المقاومة الوطنية لإعاقة أي محاولة لتأسيس نموذج دولة يراد ترويض مدينة تعز يعني تعز تلحق ضربات كبيرة ومع ذلك أنا عندما استهليت كلامي بالإشارة إلى الإنجازات التي تحققت لم يكن من فراغ فعلا نحن يجب ان نبني على الانجازات التي تحققت، اليوم لم يستطع اي طرف ان يروض المقاومه الوطنيه في تعز، المقاومه الوطنيه عندما استطاعت ان تسقط اخر معقل عسكري امني وهو المربع الامني الحقيقي، يعني يعني النقطه الاساسيه في المربع الامني الذي كان يحتفظ به المخلوع صالح والحوثيون في تعز وهو القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، بدات الخطوه التاليه وهي تفعيل الخطه، خطه الاغتيالات، خطه الاغتيالات هذه انا اعتقد انها لا تتعلق فقط بالحوثيين والمخلوع صالح، وانما هي ترتبط بسلسله من التنسيقات، يعني هناك اطراف في التحالف، هناك اطراف في الشرعيه لا يروق لها ان 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 يكون هذا الانجاز الامني محسوب على القوى الوطنيه، في تعز لهذا هذا النوع من الاغتيالات التي تتم بحق القيادات الأمنية هو يهدف في نهاية المطاف إلى إجهاض أي محاولة لقيام دولة مؤسسات في تعز وأي محاولة لإعادة إحياء الأجهزة الأمنية التي يمكن لها أن تضبط لكن الأمن. سلاح أستاذ ياسين ليس الاستثناء الوحيد كان في تعز. بعض المحافظات المحرره في مرحله ما بعد التحرير شهدت اغتيالات نعم العاصمه الموقته للدوافع نفسها للدوافع نفسها هذه المرحله التاليه انت عندما يعني الانقلابيون عندما فقدوا السيطره الامنيه على اهم مناطق مدينه تعز بداوا باللجوء الى خلاياهم الامنيه يعني انت علي عبد الله صالح مسيطر امنيا على تعز لاكثر من ثلاثه عقود ولديه امكانيه لاحياء هذا النوع من الخلايا لكن الخطوره ايضا تكمن في ان هذه النزعه النزعه, النزعة، نزعه الانتقال قام الموجودة لدى الإنقلابيين عندما تلتقي مع نزعة أخرى لدى عناصر مسلحة منفلتة بدأت تشعر بأنها استطاعت أن تبني مكاسب ذاتية خاصة بناء على شرعية السلاح ولهذا هي ترى أن هذه المصالح يمكن أن تفقد عندما تفرض الدولة بمؤسساتها باجهزتها سيطرتها على المدينه طيب النخب المربعات في تعز وابناء تعز انفسهم وحاله الانقسام الموجوده داخل مشروع المقاومه ربما داخل المدينه الى اي حد هو يتحمل جزء من مسؤوليه الفوضى وما صارت اليه الامور في تعز ليس انا 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 استبعد ان يكون هناك ترف الانقسام داخل القوى الوطنيه الموجوده في تعز. القوى الوطنيه تتلقى ضربات متتاليه، المشكله ان الذي يقوم بهذا العمل ليس القوى الوطنيه. والمساله لا تتعلق بصراع الارادات، اوكي يعني هناك في السابق كان هناك يعني بسبب تغذيه بعض اطراف التحالف الاطراف المؤثره في تعز وايهامها بانها يمكن ان تكون هي البديل والى اخره حدث نوع من الشد والجذب، لكن في نهايه المطاف هذا لم ينعكس على الاداء الميداني، بقي الاداء الميداني للقوى الوطنيه الموجوده في تعز متماسكا حتى هذه اللحظه، لهذا الامر لا يتعلق بترف الانقسام او او ترف الخلافات، هؤلاء الناس لا يمتلكون من امرهم شيء سوى الاراده والمواجهه والقتال الميداني، لكن عندما يتعلق الامر باتخاذ قرار يواجهون ضربات قويه، يواجهون تدخلات خارجيه اكثر منهم قوه وقدره على التاثير، لهذا المساله لا تبنى على الاراده. هذا الخير لدى هؤلاء لديهم إرادة خيرة ولديهم اتفاقات ولديهم آآ آآ يعني تصورات واضحة لضبط الأمن في تعز لكن هناك قوة خفية تعمل هناك تغذية تتم من قبل أطراف يعني لا في التحالف وأطراف خارجية أطراف لا تريد لتعز أن تؤسس نموذجها الخاص وهو نموذج في حقيقة الأمر لا يتعلق بتعز وإنما يتعلق بالمشروع الوطني بشكل كامل طيب تعز أن تؤمن من خلال وسائل الإعلام ربما لطالما سمعنا بتصريحات شفافة وصادقة كما تحدث بالعقيد محمد المحمودي عن تحميل الشرعيه مسؤوليه ما يحدث من في العجز في الملف الامني والفوضى وايضا الامكانيات الغائبه ربما للسلطه الامنيه داخل المدينه برايك السلطه الشرعيه كيف تستمع لهذا الصوت وكيف يمكن ان تتعامل معها الى اي حد هو يشكل احراج لها ايضا امام جمهور المقاومه السلطه الشرعيه بطبيعه الحال تتحمل جزء من 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 المسؤوليه عدم الانتصار لتعز في هذه المرحلة عدم البناء على الإنجازات التي تحققت في تعز لكن ماذا نقول إذا كان الرئيس عبد ربو منصور هذه لا يستطيع أن يعود إلى عدن يعني في حقيقة الأمر يجب أن نعترف أن الذي يمسك بالموارد المالية وبالموارد العسكرية هو التحالف العربي، هو الذي يتحكم في كل تفاصيل المشهد العسكري والأمني في اليمن. وبالتالي هناك حالة ابتزاز تمارس اليوم في تعز من قبل التحالف العربي للأسف الشديد. على الرغم من التدخلات التكتيكية التي تحدث من وقت لآخر، كان يجب على التحالف العربي إن كان لديه نية حقيقية لإنجاز في تعز كان عليه أن يبني على على التطورات الميدانية ويدعمها بقوة من خلال إسناد جوي ومن خلال إسناد أرضي أيضا من خلال إمدادات السلاح ما يصل يصل ضمن رؤية تكتيكية فقط هم لا يريدون للتوازن أن يختل هناك يعني في نهاية المطاف إذا تلقى الانقلابيون المزيد من الامدادات العسكريه وقلت الامدادات العسكريه لدى القوى الوطنيه والجيش الوطني في تعز، فالنتيجه الطبيعيه ان ما ما كسبته او ما حققه الجيش الوطني يمكن ان يفقده في اي لحظه، في هذه الحاله ماذا سيقول التحالف؟ لا شك انه سيتحمل جزء من هذه الكارثه اذا وقعت لا سمح الله، لهذا ما نراه هو تدخل تكتيكي فقط لابقاء التوازن، لكن لا نريد ولم قصدي لا نلمس اي نيه حقيقيه من جانب التحالف لتحقيق اختراق حقيقي في تعز لاقفال هذا الملف تعز بامكانها ان تقفل هذا الملف بشكل كامل لا يعوزها الرجال ولا تعوزها الاراده فقط ما تحتاجه تعز هو الامكانيات ومساعده مؤسسات الدوله وبذور البذور التي تاسست حتى هذه اللحظه والاسس المتواضعه التي تحققت هذه اللحظه على مستوى بناء الدوله في محافظه تعز هي بحاجه الى دعم في هذه المرحله، اذا لم يتوفر هذا الدعم في هذه المرحله اعتقد ان المساله واضحه وهو ان تعز تستهدف، تستهدف في مشروعها الوطني، تستهدف في ارادتها، تستهدف في انجازاتها والدوافع بطبيعه الحال دوافع طيب كقراءه من حيث الدلالات لطبيعه الاهداف عملية الاغتيال الحاصلة الآن والقيادات الأمنية والعسكرية المستهدفة كيف تنظر لها؟ هو هو ضرب الانجازات الامنيه والمؤسساتيه التي تحققت ضربها من الداخل عبر هذا النوع من العمليات التي تفقد القاده والوطنيون الذين يعملون ضمن هذا المشروع بانفسهم ايضا يعني دفع هؤلاء الوطنيون الوطنيين الى التراجع عن المضي قدما في بناء المؤسسات في في تعز وهذه محاوله لارباك المشهد المشهد اجمالا هو يعني مرحله من مراحل الحرب يجب ان نفهم انها مرحله من مراحل الحرب وهذه المرحله لن تستطيع ان تحقق الانتصار في حقيقه الامر لان الامر يحتاج الى يقظه لا اقل ولا اكثر فرق الاغتيال السريه قد تنجح في اغتيال هذا أو اغتيال ذاك، لكن لا يمكن أن تغتال الإرادة، لا يمكن أن تغتال المشروع مطلقًا، وأنا أعتقد أنه كلما حاول هؤلاء أن يستمروا في هذا هذا الأمر، المقاومة والجيش الوطني قادرين على تطوير وسائلهم الدفاعية الخاصة، والمطلوب هو اليوم هو العمل على على مستويات عدة. يعني سد الثغرات اجمالا يعني اهم هذه الثغرات هو انهاء ما يسمى بنزعه البناء على شرعيه السلاح، هذا في غايه الاهميه، اليوم يجب ان تحل الشرطه العسكريه وغيرها من الهياكل الامنيه الرسميه محل التشكيلات المسلحه التي تسيطر على مناطق تعز، لان هذا وايضا لازم يكون السلطه المحليه والسلطه الامنيه والعسكريه الموجوده اليوم في محافظه تعز، لازم لازم لابد ان تكون واضحه في تحميل المسؤوليه. العمليات والاغتيالات التي تتم في هذا المربع يجب ان يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل الفريق او التشكيل الذي يفرض سيطرته المسلحه على هذا على هذا المربع ولهذا هذا سيدفع باتجاه قناعه كل الاطراف باهميه ان تسلم او تسلم ان تقوم من بعمل ذلك الاجهزه الامنيه الاجهزه الامنيه طيب. ما لم فان هذه التشكيلات تتحمل جزء من هذه المسؤوليه بل تعامل على انها شريكه فيما يجري طيب ينضم الينا من تعز عبر الهاتف النقيب اسامه الشرعبي الناطق الاعلامي باسم اداره امن المدينه اهلا بك سياده النقيب. اهلا وسهلا بكم ما شاء الله أمساكم بخير. أمين. سياده النقيب بدايه من ناحيه امنيه من قبلكم لو تصف لنا الحاله في مدينه تعز. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه نرفع احد السجين الى كل الى قياده الشرطه العسكريه مثلا والى كل اهالي وذوي دم المقتولين غدرا في حافظ الصعيد. <applause> طيب سيادة النقيب يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال استأذنك بالبقاء معنا سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المساء اليمني وأيضا لتجاوز إشكالية التواصل معك من مدينة تعز أهلا بكم من جديد إلى حلقة هذا المساء نعود لضيفنا من تعز النقيب أسامة الشرعبي المتحدث الإعلامي لإدارة أم تعز أهلا بك سيادة النقيب مرة أخرى أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم أخي العزيز سيادة النقيب لو, لو نعود للتوصيف الأمني لكم للحالة داخل مدينة تعز وإلى حد هو الوضع خطير ومقلق بالنسبة لتعز يعني نبدا ننطلق من ان تعز ما زالت تعيش مرحلة حرب مرحلة حصار، الحرب التي شنت على تعز هي استهدفت بالدرجة الأولى المؤسسات الأمنية وأدت إلى تدميرها التدمير الكامل. نحن نعمل مع القيادة الشرعية منذ أكثر من عام على إعادة تأسيس المؤسسة الأمنية. المشكلة في تعز تكمن في بقاء تشكيلات مسلحه، نحن لن نختصر المشكله ونختزلها في حدث معين. بقاء تشكيلات مسلحه، سلاح منفلت، تجوال عشوائي، بالسلاح بشكل غير منضبط، هذا كله يعني يسمح باختراقات امنيه كبيره ومنها الاغتيالات بغض النظر عن الاسباب والدوافع وينفذونها. فهذه مشكلة تعز الأساسية المشكلة الثانية أن تعز والمؤسسة الأمنية لم يكتمل بناءها وهناك تباطؤ وتغافل وتقاعس نوعا ما في إعادة تأهيل وبناء المؤسسة الأمنية لتقوم بدورها طيب ما الذي يمنع إنهاء الأسباب الحاصلة لتدهور الوضع في تعز؟ والله طبيعة الوضع القائم زي ما قلت لك تشكيلات مسلحة غير منضبطة يعني تكون الجيش أو إعادة تكوينه من مجامع غير منضبطة لم تتعود الانضباط هذا يعود فعلا إحنا في الداخل التعزيق قبل أن نوجه اللوم إلى الآخرين هناك مشكلة إدارية في تعز يجب أن نعترف بها هناك قصور هناك يعني قصور في بعض في بعد النظر يفترض من قياده الجيش ان تكون متعاونه بان تضبط الانتشار والتجوال بالسلاح وهذا طرحناه اكثر من مره ويطرح ويناقش الان بشكل اكبر أنه يبقى التجول في السلاح في أماكن المواجهات والبعات المحدودة ويبدأ تضبط عملية التنقل بالسلاح داخل المدينة هذه أول خطوة يمكن تحقق النجاح طيب الجهود المبذولة لدمج هذه الفصائل المسلحة والتي ضمن مشروع المقاومة الشعبية ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية إلينا وصلت هذه الجهود توقفت عند أي مرحلة؟ والله يا اخي انا ما احب اقول لك انه القضيه ما زالت بنظرنا احنا كتقييم امني ما زالت صوريه لانه لا يوجد انضباط يعني معظم الاسلحه الان يعني تسلم او بايدي مجاميع لا يعني لا تخضع لقياداتها وتشكيلاتها العسكريه الرسميه التي يجب ان تخضع لها ولم تسلم لها فما زال دمج صوري ليس الا ونحن نطالب باكمال الدمج الحقيقي واعاده تدوير وتوزيع القوى بحيث لا يسمحوا باي مركز نفوذ لاي طرف من الاطراف. طيب جهودكم انتم كجهاز امني الى اي حد هناك تعاون من قبل هذه الفصائل والتشكيلات المسلحه معكم؟ بالنسبه لنا نحن نعاني كثيرا يعني قضيه الاغتيالات هي بدات في الظهور بشكل اكبر منذ يناير الفائت 2017 كانت هناك جهود بذلت من قبل إدارة عام الشرطة وبدأنا بالانتشار الأمني والتنسيق مع الوحدة العسكرية لكن للأسف حدث الاعتداء على إدارة الأمن و يعني كل تلك الجهود في 24 يناير بدا الان التوجه لتشكيل قوه الشرطه العسكريه وكذلك الامن الخاص بدا الانتشار فكانت هذه الرساله من قبل من لا يرغبون باعاده مؤسسات الدوله والمستمتعون بالوضع المنفلت العشوائي الذي يستفيدون منه بشكل او باخر. شكرا جزيلا لك النقيب اسامه الشرعبي المتحدث الاعلامي لاداره امن تعز كنت معنا من تعز شكرا لك. استاذ ياسين التميمي الان ما المطلوب ربما لضبط الوضع امنيا داخل المدينه؟ المطلوب طبعا هو سلسله من الاجراءات تبدا بتعزيز الوضع الحالي الذي تحقق حتى الان دعم بناء واستكمال مؤسسات السلطه المحليه وسلطه الدوله في محافظه تعز تمكين الاجهزه الامنيه من القيام بدورها والامر يحتاج الى تسليح يحتاج الى ضبط في مساله الموارد يحتاج الى ضبط التشكيلات يحتاج الى يعني الاشراف على إنشاء المؤسسة الأمنية على أسس علمية ومهنية واضحة. آآ ثانياً آآ تقاسم المهام بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بضبط الأمن على مستوى المحافظة. الحضور الإداري يعني وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن تكون السلطة المحلية كلها متواجدة في محافظة تعز للقيام بدورها وواجبها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المحافظة ومن تاريخ اليمن مساله البدء بتطبيق المرحله الانتقاليه ما بين شرعيه السلاح والمقاومه والمواجهه الى شرعيه الدوله والمؤسسات. الامر طبعا هذا لازم ياخذ مراحل تدريجيه بطبيعه الحال لان المواجهات كما قال النقيب اسامه لا زالت موجوده يعني الحرب لا زالت قائمه، تعز لا زالت تتعرض لعمليات القصف المستمر من خارج المدينه من اطراف المدينه، لا زال الحصار قائم على المدينه وبالتالي المعركه لم تنتهي. لهذا لابد من ضبط ايقاع العمليه هنا، يعني مساله ضبط سلاح يحتاج الى يعني كل ما في الامر هو حضور حضور قوي للأجهزة الأمنية في شوارع المدينة وبحيث يتم السيطرة والتحكم في مسألة لكن المظاهر المسلحة لدى الحكومة الشرعية في هذا الملف ضبط السلاح ما زالت أيضا هناك بعض المناطق المحررة هناك فوضى للسلاح وانتشاره فيه نعم ربما العاصمة المؤقتة أيضا ما زال حاضر ذلك في 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 العاصمه هناك فوضى وهناك من يغذي هذه الفوضى وهناك من لا يريد لعدن ان تكون عاصمه حقيقيه. اذا تعز يعني ايضا ليست هي الوحيده هي المستهدفة هي نفس المعايير نعم هي نفس المعايير هي نفس المعايير هناك طرف في التحالف ودعنا نقول بصريح العباره الـ 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 الامارات تلعب دور اساسي لان هي المشرفه على هذه الجبهه هي مشرفه على المحافظة الجنوبيه وهي المشرفه على محافظه تعز وهي التي عملت منذ اللحظات الاولى على يعني على 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 افشال اي توجه لحسم المعركه في تعز وانهاء كل هذه الاشكالات، هي التي تعمل اليوم على عرقله عمليه بناء المؤسسات في محافظه تعز، هي التي لا يروق لها ابدا ان تنهض القوى الوطنيه طيب. الموجوده في محافظه سيدي تعز سيدي. سيدي. محافظة ايضا ورح. بعض المتابعين والمتتبعين لما يحدث في تعز راوا ان هناك ربما تزامن لحوادث الاغتيالات مع زياره الوفود الامميه والمنظمه الدوليه المدينة ربما تزامنت حوادث الاغتيالات الاخيره مع زياره رئيس الدوليه للصليب الاحمر في ظل وجود تحذيرات من قبل المسؤولين الامميين بالتخوف من القاعده والارهاب داخل المدينه في تعز الى اي حد او لماذا لا تاخذ الامور على محمل الجد الحكومه الشرعيه والتحذيرات هذه المسؤولين الامميين وربما تزامن هذه العمليات. نعود نتحدث عن, عن 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 العلاقه اللي اللي التي تكتنفها الكثير من المشاكل بين السلطه المحليه في تعز، بين الجيش في تعز، بين المقاومه في تعز، وبين السلطه الشرعيه. هنا خلل حقيقي، هناك تقصير من جانب السلطه الشرعيه. ليست هذه هي المره الاولى التي يفتعل فيها الانقلابيون حوادث كهذا، او الذين يقفون خلف هذه الحوادث. يعني عندما جاء وكيل الامم المتحده، الامين العام للامم المتحده للشؤون الانسانيه. افتعلوا مواجهات مسلحه على ابواب تعز ومنعوه. ونجحوا في منعهم من الوصول الى تعز. اليوم عندما وصل رئيس اللجنه الدوليه الى محافظه تعز وجال في هذه المدينه بكل آآ بساطه آآ حدث هذا حدثت هذه العمليات لكي يصل الى مسامع الـ 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 الوكالات الدوليه نبا ان المدينه منفلته وان حاله الاغتيالات و و ويريد ان يثبتوا حقيقه وهي ان هذه الامور هي شان يخص الذين يسيطرون أمنيا وعسكريا على مدينة تعز أو على محافظة تعز وبالتالي تقديم صورة سيئة وسلبية عن الأوضاع الأمنية هذا الأمر الأجندة هذه معلنة ليست خفية ولهذا يعني عندما يفعل مسألة الاغتيالات هو يريد أن يضرب يضرب الإنجاز الأمني والعسكري الذي تحقق في تعز من الداخل هو يريد ان يقوض كل هذه الانجازات، يريد ان يقوض كل هذا النجاح، هذا ينسحب مباشرة على مواقف الاخرين من هذه المحافظه، على على تقييم الاخرين لطبيعه هذه الانجازات، على اخذ موقف سلبي عاده من من هذه المحافظه التي عرف عنها انها محافظه سلميه في الاساس، يعني عندما الانقلابيون جروا هذه المدينه الى مواجهات مسلحه منذ اللحظات الاولى فيما فيما الناس خرجوا اصلا بمسيرات سلميه لانهاء كل المظاهر المسلحه لمنع الحوثيين من السيطره الامنيه على الاجهزه والمؤسسات جروهم مباشره الى مربع العنف والمواجهات من اجل اغراق هذه المدينه وافراغها من مضمونها السلمي وقد نجحوا في ذلك ومع ذلك كان رد الفعل غير متوقعا الذي حدث ان هذه القوى السلميه يعني رتبت صفوفها وقاومت وحققت انجاز لم يكن يتوقعه احد يعني في 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 مواجهه امكانيات عسكريه هائله وسيطره امنيه وعسكريه استمرت لعقود في هذه المدينه يعني هناك تحكم كبير جدا من الناحيه الامنيه والعسكريه بهذه المدينه ومع ذلك كل هذه الترتيبات، كل هذه الاستعدادات، كل هذه الامكانيات لم تمنع ابناء هذه المدينه من تحقيق انجاز امني واستعاده السيطره وتحرير هذه المدينه، ومع ذلك هذا التحرير لم تلتق... لم تتلقفه السلطه الشرعيه الا بالاتصالات الهاتفيه وبالبيانات، لم يتلقفه التحالف بل استهدفه واعاقه للاسف الشديد، وكل ما نراه من دعم اليوم هو دعم تكتيكي لا اقل. ولا اكثر، ليس هناك نيه لتحرير مدينه تعز وتحرير محافظه تعز، ويجب ان نتذكر انه كان يمكن لهذا التحرير ان يتم في يناير 2015 ولكن حدث ما حدث في باب المندب واستهدف القائد العسكري القائد التحالف هناك وتعطل مشروع تحرير محافظه تعز لان هذا القائد كان ضمن اجندته هو الاتصال بالمقاومه في طيب مدينه تعز وتحريرها كيف تتابع اداء السلطه المحليه وعلى راسها المحافظ ايضا اين هو صوتهم؟ مما يحدث تفسيرك لحاله الصمت؟ محافظ تعز يعني كان موجودا في تعز وهذا امر لا يمكن انكاره ولكنه استهدف بشكل مباشر من قبل يعني اطراف يعني مسلحه في في المحافظه ووجد نفسه يعني في مواجهه وضع امني مقلق وفي غياب اي سند من جانب السلطه الشرعيه. المحافظ ربما لديه تصور بانه يمكن ان يخدم تعز وهو موجود في عدن، لكن طبعا الذي يتحمل مسؤوليه عدم وجود المحافظ في محافظه تعز هو في محافظه تعز هو السلطه الشرعيه، يمكن انا يعني اعتقد ان المحافظ بامكانه ان ينتقل الى مدينه تعز والمطلوب منه ان ينتقل الى محافظه تعز مهما كانت الاسباب، لابد من تضحيه في هذه المرحله. ولكن ربما هناك حسبه منطقيه بالنسبه بالنسبه له، يقول لك انا اذا ربما وجودي في عدن يسمح بتحقيق مصالح تعز بشكل أفضل وأسرع فيما لو كنت أنا في محافظة تعز لهذه وجهات النظر وجاهتها في حقيقة م. الأمر ولكن انا اتمنى بطبيعه الحال ان يتواجد محافظ تعز في في المدينه و يعني يفرض يعني ارادته كرجل اول في المحافظه ويكون واضح في تحديد الـ يعني وفي تشخيص المشاكل وفي وفي في مطالبه الشرعيه بان تقوم بدورها بشكل واضح انا اعتقد انه الصمت ليس مفيدا في هذه المرحله المطلوب هو ان يكون هناك مكاشفه يذهب الى تعز ومن ثم يطرح القضايا تحدثنا فيه. الى العقيد محمد المحمودي من تعز بصفته قائم بعمل مدير شرطه تعز، حتى الان لا يوجد اي قرار ربما لتعيين مدير امن لتعز، ما الذي يشير اليه ذلك؟ يشير الى انه لا احد في في, في الشرعيه او في التحالف يريد للامن ان ينضبط في تعز، ولا يريد للمؤسسات ان تبنى في محافظه تعز، كل طرف يريد ان يبني المؤسسات على عينه، يريد ان يبني يستعيد الوضع في تعز وفقا لتصورته الخاصه يريد ان يطمئن لمخاوفه ولهواجسه ولاولوياته يريد ان يحقق اولوياته في حقيقه الامر لهذا نعتقد ان الضحيه الاولى في فيما يجري هي تعز والمقاومه الوطنيه في تعز التي ضحت ضحت تضحيات جسيمه وكبيره جدا ومع ذلك تواجه بهذا الجحود وهذا النكران ويتم يعني غض الطرف عن انجازاتها وبطولاتها التي يعني انا اعتقد انها حققت اشياء لم يستطع اي طرف اخر على مستوى البلاد تحقيقه يعني يعني كل المحافظات الاخرى المعارك التي تمت معارك التحرير التي تمت تمت يعني استنادا الى تضافر عده عوامل من ضمنها الامكانات العسكريه الهائله والاسناد الجوي لكن ما حدث في تعز هو بطوله بطوله حقيقيه قامت على الاراده وعلى شجاعه واقدام المقاومه الوطنيه هناك طيب استاذ ياسين هناك تحركات ربما للاحزاب السياسيه داخل مدينه تعز لعقد لقاءات واجتماعات ربما، كيف تتابع هذه التحركات والى اي حد ربما هم قادرين على التاثير في المدينه بشكل ايجابي؟ هذه تحركات مفيده لكن انا يعني هناك من يريد ان يقدم تصور مشوه بان ما يحدث في تعز هو انعكاس للصراع السياسي والحزبي. وهناك دعوات تقول انه تعز لا تحتاج الى الحزبيه، المشكله ليست في الحزبيه. ليست في الحزبيه، يعني في نهايه المطاف ما نراه في تعز هو كتله من المقاومه الوطنيه تقاتل ولها مرجعيات سياسيه مختلفه. لكنها اثبت خلال اثبتت خلال الفتره الماضيه انها كتله وطنيه ولها اهداف واضحة المشكلة ليست في في الأحزاب في تعز المشكلة هي أن هناك أطراف داخلية وخارجية لا ترغب لتعز بأن تخرج من هذه من دوامة العنف هذه ولا تريد أن لتعز أن تبني على إنجازاتها العسكرية والأمنية ولا هناك أطراف أيضا تريد أن كما قلت يعني ربما تخرج حتى المقاومة الوطنية من المشهد وتريد أن تصفيها وتريد أن تستهدفها وهذا أمر لم يعد خافيا على على طيب أحد. إذن المشكله يعني يمكن للاحزاب السياسيه ان تسهم في يعني في لملمه شتات الامور في 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 تعز لكن في حقيقه الامر هذه يعني هناك من يدفع باتجاه اظهار كما لو كانت المشكله هي نتاج لصراع حزبي انا اعتقد ان هذا الامر غير صحيح القضيه اكبر من ذلك بكثير طيب قراءتك لواقع الايام والوضع بشكل عام داخل مدينه تعز الرهان اليوم على تماسك القوى الوطنية والمقاومة الوطنية والجيش الوطني، الرهان على الإرادة الشجاعة التي حررت مدينة تعز من الانقلابيين الرهان على أن تستمر هذه الإرادة بنفس المستوى وبنفس بنفس الإصرار بهذه الإرادة يمكن أن تفشل كل المشاريع السيئة التي تحاك وترتب لمدينة تعز والمحافظة تعز والإنجازات العسكرية والأمنية والوطنية شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني العقيد محمد المحمودي وأيضا هو القائم بأعمال مدير شرطة تعز وأيضا للنقيب سامي الشرعبي المتحدث الإعلامي باسم إدارة الأمن كان معنا من تعز انتهت هذه الحلقة من المساء اليمني تحية طاقة من البرنامج كن بخير.